استثمار الشعار والعلامة التجارية للأندية السعودية يعتبر أحد الركائز غير المستفاد منها في الكرة السعودية. هنا في المحلات التجارية تباع البضائع المقلدة التي تحمل شعارات هذه الأندية السعودية. علامات تجارية لأندية سعودية أصبحت أسيرة خلف قضبان العابثين بالأنظمة. هذا مقلد ولا أصلي؟ هذا لا مقلد. كم سعرها؟ سعرها قل شيء اللي هي الشبابية ب70 والولادية ب60. قمصان الأندية السعودية هنا، كيف البيع عندكم؟ كم أسعارها؟ تختلف يعني على حسب المدير، على حسب مع الشهر تبدون، تختلف من شكل لشكل ثاني، على حسب يعني كل شيء له سعره. كم سعر التيشيرت وكم سعر الشورت؟ هي تجي طقم كامل 190-80 على حسب. عندك هنا يبيعون التيشيرت على 100-95، فهمت علي؟ بس هل جودة كويسة؟ إيه بجودة كويسة. عزوف من الجماهير عن شراء البضاعة الأصلية واللجوء للمقلد بحثا عن الأرخص. مو كل الناس قادرة على سعر المتجر، فاللي هنا اللي يجوا عندنا يأخذون بسعر حلو، سعر تناسبهم. هذا التيشيرت كم أخذته؟ هذا ما أخذه ب30. يعني أنت الحين أخذته يعني عشان رخيص ولا؟ إيه وعشان كذا يمديك تقول. السؤال هنا، هل سنرى العلامات التجارية لأنديتنا في مصاف الأندية العالمية؟ أم هل سيستمر الحال على ما هو عليه؟ خالد التميمي، الإخبارية، الرياض.